على غرار باقي جامعات الوطن تتواصل بجامعة الطاهر محمد ببشار عملية التسجيلات الأولية للطلبة الجدد والحاصلين على شهادة البكالوريا. كما ترون انطلقت حملة التسجيلات الأولية لبري انسكريبسيون من يومها المحدد رسميا وهو 19. العملية عرفت إقبالا كبيرا من طرف الطلبة الجدد والذين كانوا مرفقين بأوليائهم، حيث ثمنوا التنظيم الجيد وأكد التسهيلات التي قدمت لهم من طرف القائمين على العملية. جيت باش نسجل البنت نتاعي ولقيت هنايا كل التسهيلات قدموها لي، وراني سجلتها التسجيل الاولي وعطاوني الاقتراحات والشعب اللي تقد تسجل فيها على حسب المعدل نتاعها. والحمد لله كل شيء راه موفر، الاداره في المستوى وان شاء الله نتمنوا النجاح. ولانها تزامنت وارتفاع درجه الحراره فانها اجبرت الطلبه الجدد على القدوم في الفتره الصباحيه دون المسائيه، اين تقل الحركه ويتحول الحرم الجامعي لمدينه اشباح.